الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. في الحقيقة أود أن أرد على الدكتور طارق سويدان على ما قاله في كلماته. أولى كلماته قال: أنا أعرف بالبحرين، وأرد عليه: ونحن أهل البحرين أعرف بك من البحرين. فيجب عليك أن تعلم بأن شعب البحرين كلهم مع القيادة إلا فئة قليلة، وهذه لا تمثل جزءا إلا يسيرا. فمع الأسف الشديد، لكي تمثل أو تقول عن الشيعة كلاما جيد، قلت أنت أعرف بأهل البحرين، وهذا خطأ جسيم في من يريد أن يتحدث عن قضية مهمة جدا، قضية مصيرية. في قولك بأن الشيعة البحرين أغلبية، هذا باطل مع الأسف الشديد. ومن أين لك هذه المعلومة أو هذه النص الذي استندت عليه؟ يجب عليك أن تعلم بأن أهل السنة في الحقيقة هم أكثر، والقضية ليس في الأكثرية. مع ذلك نقول بأن شعب البحرين كلهم إلا يسير هم الذين لا يريدون هذه الأعمال. أما في قضية الإصلاحات إلى غير ذلك، فالشيعة يجب أن يعطون حقوقهم. فمن الذي قال لك أن الشيعة لا يأخذون حقوقهم؟ إن كان في البرلمان فهم 18 عضوا في البرلمان، وإذا كانوا في الوزراء فهم وزراء، وإن كانوا في الوكلاء فهم وكلاء، وإذا كان مدراء فهم مدراء. فعجب من هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام الذي هو ممزوج في الحقيقة عن الصحف. يا طارق، اتق الله عز وجل في البحرين. فهل تعلم هذه الحقيقة التي يجب أن تعرفها؟ إن أهل البحرين كلهم قد اجتمعوا وخرجوا رجالا ونساء وأطفالا يريدون الحكم وإثبات الحكم لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. وتقول لا مانع من أن الشيعة يحكمون البحرين. يا هذا، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل. كيف تقول هذا الكلام؟ كيف يكون لك ذلك؟ ومن أنت الذي تتصرف بهذا التصرف الأرعن؟ ومن أنت الذي يعطي الأحقية أو لا يعطي الأحقية؟ من أنت؟ هل أنت يعني الآن أصبحت حكما أن تقول ممكن أو لم يكن ممكن؟ والله هذا أمر عجيب وأمر جلل. فلذلك أحذرك وأحذر كل من يكون على شاكلتك أن يتقوا الله تبارك وتعالى في البحرين. فنحن شعب البحرين ونعلم عن شعب البحرين. فإن كانت القضية أغلبية فالسنة أغلبية، وإن كان الحقوق فالشيعة وغيرهم من كل المذاهب والأديان قد أخذوا حقوقهم. فإياك إياك والتلبيس على الآخرين. فهذا القول بأنه من حق الشيعة يحكمون البحرين، هذا أمر خطير، ويجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع إلى الله تبارك وتعالى. وعلى نفسك لابد أن ترجع، وعلى حكومتك أن تأخذ معك قرارا حازما. ومن جاء والناس وعلى أمر رجل واحد وأراد أن يفرقهم، تعلم بأنه يقتل شرعا. فلا تفرقنا ولا تنازع بيننا، فليس لك الأحقية ولا الإفتاء في البحرين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.